أعزائي المشاهدين مرحبا بكم. خلال هذا اليوم تراوحت الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والوسط، سجلنا 16 درجة بتونس، وبين 21 و25 بالجنوب، وبلغت أقصاها 30 درجة بالبرما. وكما يبين تسلسل صور القمر الاصطناعي، كان الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، وكان أحيانا كثيف السحب بالشمال مع بعض الأمطار. توقعاتنا الجوية لهذه الليلة إن شاء الله يبقى الطقس كثيف السحب بأغلب الجهات مع بعض الأمطار بالشمال والجنوب، وتكون محليا رعدية. والحرارة الليلة تتراوح بين 10-14 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية، وبين 12-13 درجة بالجنوب. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله طقس أحيانا كثيف السحب بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال والجنوب الشرقي، والحرارة القصوى تكون في حدود 16 درجة بتونس، بالوطن القبلي نابل 17، زغوان 18 درجة، بنزرت 16، بباجة 18 درجة، 17 بتبرقة، جندوبة 19، الكاف 17 درجة، 18 بسليانة، تالا 17، القصرين 18 درجة، 21 بالقيروان، 18 بسوسة، 17 بكل من المنستير والمهدية، بسيدي بوزيد تكون الحرارة القصوى في حدود 21 درجة، 19 بصفاقس، جابس 23، جربة 24، مدني 26 درجة، قفصة 23، بتوزر 24، بلي 25، بتطاوين 25 درجة، رمادة 26، بالبرمة 27، وبأقصى الجنوب ببرج الخضرة 27 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري على خليج سيلات، تهب الريح شمالية غربية 15-20 عقدة، أي ما يعادل 40 كيلومتر في الساعة، والبحر مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. وبخليج تونس تهب الريح جنوبية شرقية 25-30 عقدة، أي ما يعادل 60 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب. بخليج الحمامات ريح جنوبية شرقية شمالية شرقية 25-30 عقدة، أي ما يعادل 60 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب. بالشابة ريح جنوبية شرقية شمالية شرقية 25-30 عقدة، أي ما يعادل 60 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب. إلى غاية جرجيس تهب الريح جنوبية شرقية 25-35 عقدة، تتقلص بعد الظهر 20-25 عقدة، أي ما يعادل 50 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب بعد الظهر. وفي هذا الغرض ثمة أعلام بهبوب رياح قوية ساري المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 9 ليلا بالتوقيت العالمي، ويهم المنطقة الشرقية لشمال تونس، شرق تونس وخليج جابس، حيث تهب الريح جنوبية شرقية قوة 7-8 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28-40 عقدة، ثم تتقلص بعد ظهر يوم الغد بخليج جابس. توقعاتنا الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية: بنواكشوط طقس في استقرار 34 درجة، طقس أيضا مشمس بالمغرب الأقصى 22 بأقادير، مراكش 26 درجة، 18 بكل من الدار البيضاء والرباط، 19 درجة بتلمسان، بعض السحب بالجزائر العاصمة وعنابة 15 درجة، طقس مغيم بطرابلس ومصراتة 20 درجة، 22 ببنغازي، طقس في استقرار بالإسكندرية والقاهرة 23 درجة، سماء صافية بالمدينة المنورة، جدة مكة 37 درجة، 31 بالرياض، أبو ظبي 30 درجة، 26 بالدوحة، كذلك بالمنامة، 29 بالكويت، بغداد 29 درجة، طقس في استقرار بالشرق الأوسط، 16 بالقدس الشريف، 17 ببيروت، 12 درجة بأنقرة، إسطنبول طقس مغيم 9 درجات، سماء صافية بأثينا 13 درجة، أجواء ممطرة بباليرمو 17 درجة، بروما 15 درجة، كذلك أمطار منتظرة بميلانو 9 درجات، بعض السحب بجنيف 15 درجة، سماء صافية بليون 16 درجة، أمطار بمارسيليا 13 درجة، سماء صافية ببرشلونة 14 درجة، 14 بفالنسيا، وطقس قليل السحب بمدريد وملقة إلى لشبونة 16 درجة. توقعاتنا الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله: يوم الثلاثاء أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وسحب عابرة بالجنوب، الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل من 40-50 كيلومتر في الساعة، ومعتدلة من 15-30 داخل البلاد، البحر مضطرب بكافة السواحل، والحرارة القصوى تتراوح بين 16-20 درجة بالشمال والوسط وبين 20-24 درجة بالجنوب. بالنسبة ليوم الأربعاء سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة معتدلة، وبذلك يكون البحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع مقارنة بيوم الثلاثاء. شروق الشمس ليوم الغد يكون على الساعة 6 صباحا و29 دقيقة، وغروبها في تمام الساعة 6 مساء و27 دقيقة.
أوقات الصليات اليوم الغد الاثنين 16 مارس 2015 الموافق ل 25 جمادى الأولى 1436 هجري، صلاة الصبح بداية من الساعة 5 صباحا و 3 دقائق، صلاة الظهر ابتداء منتصف النهار و 35 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3 بعد الزوال 51 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6 مساء و 30 دقيقة، وصلاة العشاء على الساعة 7 مساء و 54 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الموزع الصوتي 88 40 40، زيارة موقع الويب متيوب.تي. في الختام شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.